لسنا في حديقة أو منتزه مليء بالأشجار، ولكن بأحد شوارع مدينة تعز وأكثرها ازدحاما قبل الحرب. هو شارع الكامب، الأكثر تدميرا وخرابا وفراغا من سكانه وتجاره ومؤسساته وأسواقه، ولم يتجرأ أحد على العودة إليه لأنه يقع موازيا لتبة السلال والقعشة، ويستهدف كل يوم بكل سلاح. ما فيش حاجة أصلا دخلت هنا للأسف، يعني كمنظمات لما نجي نطالبهم ما يقول لك حدنا جولة حوض الأشراف نتعديها، لا هنا موت، هنا نحن ما ندخلش. رغم كثافة السكان اللي موجودين، الأسر عادوا لبيوتهم نازحين، حالتهم صعبة. منظمة طبية للأسف ما فيش، مياه كوثر، مياه مالحة، حاجات مدرسية طبية تعاونية أسر، يعني توفير أي خدمات للأسف ما فيش. حتى المجاري الأمراض منتشرة بكل مكان، يعني على كثافة كبيرة جدا الأمراض بالأسر. عاد بعض السكان إلى الحارات الداخلية ويدخلون ويخرجون إلى حاراتهم خلسة أو خلال أوقات محدودة، وينقصهم كل شيء، فمن النادر أن تصل إليهم المنظمات أو الجمعيات أو الخدمات، فالكل يخاف هذه المنطقة لوقوعها في مكان خطر. ولكن البعض تعب النزوح والتشرد وأرجعه الفقر إلى منزله، وإن كان معدما ومنزله متضررا وحياته مهددة. والله البيت قست عشر قذيفة فيه، وأنا حتى ما أنا ساكن داخلي، ساكن بيت واحد ثاني، ما نسوي، مش نعمل، ما نسي، أن نشتكي، أن نقول، وما قال أقول لك والله ما رضاني ننزلين من أول، والأسبوع الأول والشهر الأول الذي يعني تم ننزلين، معانا قفال، معانا أطفال، معانا كذا، قال يعني منطقة محرمة. قلنا طيب محرمة من كل ما خلق الله، عملت قصيدة 30 بيت، يا فاعل الخير لا تمشي وأنت أعمى، لا تمشي حافي ضروري تلبس القزمة، لو كان أهل ذحين والله 60 بيت منه. غابت السلطة المحلية وكل المنظمات الإنسانية عن منطقة الكمب، وحضرت قذائف الحوثيين وقنصهم والجوع والعطش والحاجة لعدد أكثر من 350 أسرة يعيشون على خط النار. محمد يوسف لقناة سهيل، تعز.